نورتونا وأسعدتونا كل الهلا بأخواننا العرب في خليجي 25. البصرة بصرتكم، العراق عراقكم، نورتونا، أنتم أهل الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. مأسس استضافة العراق خليجي 25 يوم 6/1، إن شاء الله تكون بطولة جيدة على مستوى عالي وطيب الإقامة للوفود الخليجية اللي راح توافد على بلدنا العراق والبصرتنا الحبيبة. إن شاء الله يا رب تكون بطولة ناجحة بعد يعني غياب سنوات طويلة جدا بعد بطولة 79، وإن شاء الله رب النجاح للكل. السلام عليكم، شلونكم حبوب زينين؟ على قولت أهل البصرة وصلتني رسالتي. يعني الرسالة الأولى من أهل الخليج، هنا وناس يقولون إذا أجينا للبصرة أمان الوضع الأمني، إحنا خايفين وعندنا شك. رسالة ثانية من أهل البصرة، أهل البصرة يقولون لكم اللي عنده شك وخايف على وضع ويقول مو أمان البصرة، يجي ببيوتنا وبضمانتنا وبكفالتنا. هلا بيكم، إش وقت ما تجون؟ البصرة بصرتكم، والبصرة أهل الكرم، أهل العزوبية، يعني البصرة وجه العراق والوطن العربي والخليج المشرق. هلا بيكم، على قولت هن هلا بيكم من فرت ويلها، يعني السيارة من باب بيتك ما تتحرك، هلا بيك لحد ما توصلنا للمطار، توصل للبصرة. عمي هلا بيكم، تنورون يم أهلكم وناسكم، واللي عنده شك 1% وخايف خلي يقول، خلي ولدنا كلهم يتسرون بعد يستهدون أكثر من هالكرم. يا أهلا وسهلا بضيوفنا من المحيط للخليج، أهلا ومرحبا بأبناء الخليج في بصرة الخليج. احنا تجمعنا حتى نجهز لكم مفاجأة عظيمة مع رموز الفن العراقي، راح يتواجدون بيوم الافتتاح. نطلب من الجميع الحضور ويتلقون إخوانهم من أبناء الخليج. البصرة أمان ومحبة وسلام وخير، والبيوت مفتوحة طبعاً. طبعاً بيوت البصرة كلها مفتوحة لكل الخليجيين، لكل القادمين إلى هذه المدينة التاريخية الجميلة الرائعة. كل الهلا بجيتهم، قلوبنا قبل بيوتنا. حياكم الله، خليجي 25 بصراوي، خليجي 25 بصراوي عراقي. نبارك للشعب العراقي بشكل عام، ولأهلنا في البصرة بشكل خاص، وللرياضة العراقية خليجي 25، ونتمنى أن تكون بوابة لرفع الحظر بشكل رسمي عن الملاعب العراقية، وعودة مشاهدة جماهيرنا للاعبيهم وهم يلعبون على أرض الوطن. كل التوفيق للجنة التنظيمية ولكل القائمين والمشاركين في خليجي 25. خليجي 25 بصراوي، مرحبا بكم في كل العراق كل الأوقات، بطولة أو غير بطولة، أهلنا وناسنا الخليج كل الحب والود لكم، الديرة ديرتكم، كل الهلا بكم في خليجي 25 البصرة، تحييكم. كل التوفيق لإخواننا في العراق في تنظيم خليج 25، أتمنى لهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله نشوف بطولة غير كما هو متوقع لهم. كل التوفيق لإخواننا في اللجنة المنظمة لخليج 25 البصرة، ومنتظرين إن شاء الله الكثير منهم. شكرا. أشقائنا الخليج، خليجي 25 بالبصرة هو ملعبكم، هو بيتكم. أهل البصرة راح تلقون قلوبهم قبل بيوتهم مفتوحة، وكذلك كل أهل العراق نرحب بكم أجمل ترحيب، وراح يكون إن شاء الله هذا خليجي 25 هو مفخرة لكم وإنا، ونقولكم مليون هلا بيكم.